بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله يلقاكم كامل بخير، صحتكم لاباس ويلقاكم مهنيين. الفيديو تاع نهار اليوم غوسات خفيفة، غوسات كبدة مشرملة بطريقة سهلة تخرجها بنينة، تجي كيما تاع المطاعم وما تجي طرية. قبل ما نكثر عليكم الهضره نخليكم ديريكتومون مع لا غوزيت. هنايا كانت عندي هكا ان كونتيتي تاع الكبده، فوالا بعد ما غسلتها مليح، انا نحب نشللها بالخل. بعد ما غسلتها مليح شللتها بالخل، جيت هنايا نقسمها، كان فيها شويه تاع الشحمه هذه ولا الجلده نحيتها هكذايا وقسمتها على اثنين. تجي دو بريفيرونس تقطعوها كيفاش تجي رقيقه، فوالا هاي اللي قسمتها هنايا على اثنين. من بعد بديت نطرونشي فيها كيما راكم تشوفوها هكذايا بشكل طولي، يعني هكا يكون واحد سنتيم واحد سنتيم. قطعتها بهذا الشكل وزدت قطعتها دي بتي مغصو هكا باش يدخلها مليح طياب. سينو نتوما يعني قطعوها كيما تحبوا. فوالا هنا من بعد ما كملت قطعت الكبده جبت هنايا لي زيبيس، عندي 3 فصوص تاع الثوم، عندي شويه ثوم بودره، عندي فلفل كحل، عندي كمون كرويه وملح وفلفل عكري. واللي يحبوا الحرور تقدروا تزيدوا هنايا فلفل عكري بيكون، فلفل عكري حار، ولا ديروا شويه هريسه. كيما شفتوا هنايا جبت رابيت على الكبده الفصوص تاع الثوم ومن بعد حطيت عليها كامل لي زيبيس هذوما على فوا هكذا باش نخليها تمارينا. الثوم بودره اللي عندي يبست باسكو قاسها الهواء، وسي حنا نخدموها في الدار سي بورسا تجي لا كولور تاعها شويه فونسي ماشي كيما اللي تباع في برا. زدت لها هنايا الكبده، زدت لها مغرفة زيت سونغو وحركت كلش. دوكا هنايا نحطها في فريجيدار ولا نغلفها بان بابي فيم اليمونتير ونخليها تدخل فيها لا ماريناد زوج سوايع. بعد ما فاتوا زوج سوايع جبت هنايا مقله درت فيها الزيت، درت فيها زيت خليتها سخنت، فرغت عليها الكبده ديالي وخليتها هنايا ابتي فو يدخلها الطياب الطيب غير ابتي فو برك. من بعد ما تحمرت الكبده وطابت جبت اون اسيت نحيتها فيها حطيتها دو كوتي، وفي نفس المقله اللي طيبت فيها الكبده يعني في نفس هذيك الزيت درت جوج حبات طماطم يكونوا منقيين ومرحيين في لاشوا، حطيتهم هنايا يتقلاو، وطماطم تبقى على حسب الكونتيتي تاع الكبده بيان سور. زدت لها يعني من بعد ما تقلات الطماطم درت لها نفس لي زيبيس اللي درتهم قبيله الكبده وخليتها يعني طابت شويه ومرقت بفنجال تاع اتاي كيما شفتوا دو بريفيرونس يكون الماء هذاك دافي. بعد ما غلات لي فرغت عليها الكبده اللي كنت نحيتها دو كوتي. هنايا دوكا راهو هنايا السر في الكبده باش تجي طريه، كوم سي الكبده كنا طيبناها مع الاول، تما كي نديروها في لاصوص نطلقوها تطلق غير البنه ديالها اونفيون 5 مينوت ماكسيموم 10 دقائق. اذا خليتوها طيب بلوس كو 10 دقائق الكبده راح تعاود تولي يابسه. اي على فان ندير حشاويش، ندير معدنوس ونزيد لها الخل. اي كونسيرنون لاصوص دو بريفيرونس تجي خاطره، كاين اللي يحبوها خفيفه كاين، مي في الكبده مشرمله دو بريفيرونس تخليو لاصوص حتى من تعقد. كانت هذه هي لاغوسيت تاعنا تاع نهار اليوم، هكذا نكون وصلنا لافان تاع لا فيديو. نحب نفكركم ما تنساونيش بلي جام لي كومونتير، اذا كنتو ماشي مشتركين في القناه ابونيو في لاشين، اكتيفيو لا كلوش تاع التوت باش توصلكم نوتيفيكاسيون اشاك فوا من نحط فيها فيديو جديده. كانت هذه هي لا غوسه تاع كبده مشرمله بلا صوص، خرجت بزاف يعني بنينه ومام الكبده بقات طريه. نتمنى ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه وترجعوا لي رايكم في لي كومونتير. ما بقى لي نقول لكم غير تهلاو في رواحكم، تلاقاو في فيديوهات جايين ان شاء الله. باي باي، سلام.